السلام عليكم شباب شباب، شو اخباركم؟ وياكم مصطفى، رجعت لكم بحلقه جديده بالسيرفر اراقي كرافت. ف والله حلو بس بجامه. شوف بس بجامه، والله حلو. طبعا حلقه جديده من السيرفر صلحناه، طبعا تصلح الحمد لله، بس بمشاكل شويه. مثلا هو صح كان اصدار 1.11، رجع 1.10.2، بس المشاكل لا ما اختفى طبعا، يعني رجع اصدار قديم رجع، فلا ما تختفن يعني. شكرا لكم، اقترحتوا لي اسماء، وهاي والله اسماء كلش حلوه، كل التعليقات حلوه، بس شو اسوي لهن؟ اختفن يعني، ومحضر لهن كاربت والله، وقلت اليوم يعني اجرب الالوان كلهن عليهن، بس شو اسوي؟ رجع الاصدار ان شاء الله راجعه. وبعد اكو مشكله ثانيه اللي هي اختفاء الصناديق، مو اختفاء الصناديق، اختفاء الاغراض الموجوده بالصناديق. مثلا شوفوا هذا الصندوق، طبعا مرتضى اعطاني هديه بمناسبه 100,000 مشترك، وخلالي هيك كتاب هنا، الكتاب اختفت والاشياء اللي بالصندوق هم اختفت، والمخزن كله اختفت. يا اختفت اختفت، وهاي الدرع تذكرون هاي الاله، ويعني شكو صندوق بهذا العالم مالتنا، الاغراض كلهن اختفن، كلهن يعني ما بقوا لا شيء ما عدا الاندر تشيست. الحمد لله الاندر تشيست موجود، كل شيء موجود والحمد لله ما عدا الاشياء. بس والله يعني تعبنا بتجميع موارد وخشب وهاي السوالف، وبالاخير كلهن يروح يعني، فشي قهر. وابو صابر ما راح، اللي سال على ابو صابر موجود، يمكن راح اخذه وياي بهاي الرحله اليوم. بالله وينك؟ يمكن نايم. لا ما اخذه، لين راح شنو صار التقطيع، ما اخذه لان راح اروح عبر النذر. صدق اليوم نسيت اقول لكم، نروح لهاي المنطقه الملونه، ميسا بويم، ميسا صح اسمها، هاي بيها الوان وكلي واشكال، فاليوم راح نروح لها. نسيت اقول لكم بيت كاسبر الجديد، يمكن شفتوا الفيديو بقناته، حلو والله. بيت مودرن حديث حديث، يب صح، هو صغير بس كلش حلو يعني خرافي. نشوف هاي، لا بس لا اختفى الدجاج والله. لا بعد منين نجيب اكل؟ والله معتمدين، لا راح الدجاج كله، هاي آلة وحدها يعني، بس نكاثرهم هنا نعطيهم اكل، ومن يكبرون تحرقهم هاي الآلة يعني، تحرق وش تسوي؟ هم اول وتالي يحترقون ويصير بالصندوق. فلا خربت، او مو خربت يمكن ما بيها شيء، بس نجيب دجاج نجرب هسه، اكو دجاجة قريبة؟ ماكو. اوكي خلينا نكمل نشوف بيت كاسبر الجميل، على مود نروح بعد، نروح للرحله الهاي هي. اي هاي دجاج؟ لا اوه لقينا شو اسمه، لقينا وولف، حلو حلو. تدرون انا ما عندي وولف، هاي فرصه فرصه فرصه، خلينا نحوطه ببلوكات على مود ما يشرد، ونروضه نروضه لو مدرسه. على مود شو اسمه يصير انه عوزنا عظم عظم سهل نجيبه من الموب تراب، الموب تراب بعده يشتغل الحمد لله. قمت ما اقدر اركض، خلنا ناكل شويه. مو بتراب هم زين بعده يشتغل. جمعت من ليفل 26، اريد اوصل 30 على متطور هاي الخوذه الجديده، بعدها بلا تطوير. من يصير اطورها سوياكم لو لا عفوا، ليفل 30 احسن شيء للتطوير. ما نريدكم، اريد سكيلتون، اريد سكيلتون، ما نريد انتم، اريد عظمه على مود نسوي هذا الدوك الورف. اي سكيلتون اجى، وين العظمه مالتك؟ العظمه لا، راح نضطر نكسر هاي ونطب. اكو مي، اكو مي، كريبر، هاي شوف الكريبر والله يشتغل، ما بتراب بعده. هذا سكيلتون، خلينا نرجع الخشبات، اوكي نقتله. مدرع هذا، اي كم عظمه عندنا؟ كم عظمه؟ اربعه، يتروض اربعه لو لا؟ والله ما ادري هسه، خلينا نجرب وياكم. عندي نيم تاج، يمكن ما عندي على مود نسميه الولف. عبالي شرد، والله عبالي شرد، تدرون؟ خلينا نروضه، اوكي. لا صحيح، هاي لك وحده، اثنين، ثلاثه، يلا طلع قلوب، يا اخي ايش قد تاك؟ اي هسه صار الي، شوفوا، نكسر هاي شويه. تعال، شوف وين ما اروح يجي وراي، هلا، تعال تعال، تعال، هي، يلا 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 يلا، يلا خلينا نوديك يم ابو صاب، لا خاف يتعاركون، تعال. طبعا هذا شوف، بس تقولوا له هيك يقعد، بعد قاعد هنا ما يتحرك، بعد ما يلحقني، شوفوا حتى لو اروح كلش بعيد ابد ما يلحقني، بس اذا ادوس عليه مره لا كليك كليك، هي هي ها شنو شو يقعد ويوقف. اي يلا يلا امشي امشي للبيت. طبعا تقدر تلون الطوق مالته، للي ما يعرف طبعا، صح هي معلومه قديمه بس للي ما يعرف. والله قمز قامزه، خلينا نلون الطوق مالته، لا مو احمر، هو احمر اصلا، ها
هاي يا لون، يا لون هاي لون ابيض، ابيض. خلينا نجرب اللونه ابيض والله. او رصاص. لا لا، مو حلو، مو حلو، مو حلو شباب. يلا مو مشكله، بعدين اللونه. تعال، هاي هاي، عظام عظام عظام، تعال عظام، تعال. اقترحوا لي اسم شباب، يعني ساعدوني، اقترحوا لي اسم. طبعا هذا يدافع عني اذا هاجمني زومبي او شيء، يدافع عني. تعال، وين وين اخليه يسكن وين؟ طبعا بعدين اسوي له بيت. من فاتح الباب؟ تعال، هاي. والله ما تسمع الكلام انت، ترى راجعك للشارع، سمعت؟ يلا تعال، خليه هنا، خليه هنا، اقعد. هاي لك عظام هدية، يلا. نسد الباب ونروح الرحلتنا، يلا. وهاي هم لك هدية، جان باودر. اكل 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 اكل، ايش بيك؟ لا ما اخذك، ما عبالي، عبالي اخذه وياي للرحلة، ما اخذك، ابقى هنا شوية، ابقى بعدني اليوم. يلا عرفتك مو زين، جبتك بالبيت. ها شنو هالبيكونات؟ شو 2 بيكون؟ ها مرتضى شو مسوي؟ يعني ناس عندها 2 بيكون وناس ما عندها ولا بيكون، ما يصير، هذا ظلم. فنشوف شنو السالفة. افتح. اوكي، جوا القاع، هم جوا القاع. اوه والله حلو، حلو. صدقون نغير له لون الزجاج؟ لو لا لا، ما علي، انا ابي مرتضى لا يضوج. ليش غيرت لي لون الزجاج؟ سد البوابة. اوكي. اوه حصان، حصان هيكل عظمي، حلو. هذا يمتاز بالسرعة والقوة. اوكي، خلينا نروح للنذر. طبعا النذر كل 400 بلوكة يختصر لك الطريق. كل 400 بلوكة بالعالم الحقيقي 4000. هسه مثلا راح نبتعد 400 بلوكة، بالعالم الحقيقي ينقلنا 4000، عرفت شلون؟ خلنا ناكل شوية. هاي رسبن رسبن رسبن، عندي لاك النت ضعيف. اي اوكي. الطريق منين؟ الطريق الطريق الطريق. اكل، عندي لاك، عندي لاك. اسمع صوت جاست، وين؟ لا الحمد لله ماكو جاست. طبعا مرتضى راح للمكان قبل شوي، راح وحده، انا ما كنت موجود، وسوى فيديو، ما ادري يجوز ينزله قبلي بالقناة او لا. راح ودلاني بالمكان. او جاست 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 جاست، اخذ، ما جبته. يلا موت موت، والله بعيد بعيد شباب، لا تشوفوا ايش ترى، كلش بعيد. شوفوا الاسهم دا انا فوق وبالقوة تجي. اي والله جبته جبته جبته، بعد واحدة. لا اي، تقرب تقرب. اي الطينة هاي الدمعة تفيد بالبوشنات، بس ما ادري بيها شي ثاني لو لا، بس تفيد بالبوشنات يعني، بالبوشنات. اي نفسي بالبوشنات، هذول ما اتحارش بيهم، لان اذا اتحارش بيهم كلهم يهجمون علي. اوكي، فما اتحارش بيهم. اي هلا. اوكي، لا وين وقعت؟ شو السالفه؟ صعد اصعد زين. جايب بلوكات وجايب كرافتنج، لا جايب خشب وسرير، لان مكان بعيد يجوز هناك دنيا ليل. هذا وين طوب؟ ولك خلينا نحرقه شويه. الدنه مرخصتك، مرخصتك الدنه، لا تشرد، ما اريد اضربه. لا لا عفو، لا يجون جماعته ويفزعوا له، لازم نوقع واحد. ها شوفوا، شوف هذا الماجما بلوك، واحد بالتعليقات قال لي انتوا تستخدمون جيم موت، هذا لو تموت ما تجيبه، قليل منه، هذا نادر. وين نادر يا اخي؟ غير موجود كوما بالنذر. قل لي تجيب حبات ما ادري شلون. طبعا انا اقرا كل التعليقات، واقرا اللي يقولون جيم مود واقرا كل شيء، يعني يقول ما تحصله هذا الا بحبات وما ادري شلون. حبات شنو يا اخي؟ اذا انت ما تعرف ماينكرافت لا تقول جيم مود. اوكي، احنا اذا نستخدم جيم مود نقول، لان ما بيها شيء. نقول مثلا شباب انا ما لحقت اجمع موارد، وجمعت اخذت ستاك خشب من الجيم مود، ما بيها شيء، عادي يعني. حلو. اوكي، عد من نستخدم جيم مود نقول، لان عادي، شغله عاديه ما بيها شيء، واكثر اليوتيوبرز يستخدمون جيم مود، يعني شغله كلش عاديه. اوكي، هذا ساند ستون يخليك بطيء. وطبعا انا ما ادري اذا انا رايح للطريق الصحيح او الغلط، بس اتذكر قال لي سالب 400. اي هسه سالب 300، راح نوصل راح نوصل، بس خلينا نخلص من هذا النذر وشويه يضوج. اصعد يا اخي. او صوت جاست، صوت جاست، صوت جاست. وينه؟ ماك. اوكي سالب جاي نمشي صحيح. اي صحيح صحيح، كله قبل كله قبل. اوكي، هاي الريشه ما نريدها. والله صوت حلو. طبعا دائما اقرا بالتعليقات. اسف،
يقولون ليش ما تدخلنا بالسيرفر، ناس تريد تدخل بالسيرفر، دائما اقرا اريد انضم للسيرفر، اريد ادخل للسيرفر، اريد ادخل للسيرفر، عبالهم يعني احنا ما نقبل من الطريق. لا ما اعتقد، والله ما ادري، عبالهم احنا ما نقبل. طبعا والله العظيم السيرفر مقبط، يعني مقبط صدق، يعني مو جد يعني احكي. او قلعه، اي صحيح مرتضى قال لي قلعه، فما تفاجأت ابد. قال لي راح تلقى قلعه بالطريق، يعني وصلنا هو قريب على القلعه. اوكي نكسر، بلكن لقى لنا صندوق، اكيد مرتضى ماخذين حتى ذا القى صندوق. اوه هاي النبته، هاي هم تفيد بالبوشنات، ناخذ شويه، ناخذ شويه اوكي، وناخذ وياها هم ساند ستون، لان هذا ما ينزرع بالدير بس بالساند ستون. اوكي عدد كافي، بس انا اريد صناديق، لان دائما اشياء حلوه بالقلعات ما عدا البليز مو حلو. اوه بعد نبتات، جيد جيد حلو والله. لا 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 لا، شاق وياكم، شاق وياكم، شاق وياكم والله شاق. اوه دور جوعان، دور جوعان والله، راح اموت، شكلي راح اموت، شكلي راح اموت، هاي نهايتي. لا هلا سكيلتون، هلا هلا، شكرا على التوصيله، والله وصلني هم زين. خلينا نطلع، لا نريد صناديق ولاها، بس نريد نوصل بسلامه. اوكي اطلع، يلا يا مرتضى وين القلعه؟ قال لي القلعه قريبه، مو القلعه، البوابه ما نذر. اي هاي هاي، قال قريبه على القلعه، يمكن هاي هاي لو لا، والله ما ادري، خل اشوف الاحداثيات. ناقص ناقص 600، لا لا بعد بعد، هاي هيج بعد 200 بلوك. بليز 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 بليز، السلام عليكم. في ضالة ضربناه ضربة وشردنا. اوكي ناقص 600، بعد ايش قد؟ بعد 150 وصلنا، ما بقى شيء. هاي التكملة مال القلعة، طبعا القلعة مخربطة جدا، والله مخربطة، لو يا الشباب كان طبينا كتلناهم وحصلنا على صناديق. اوه هذا زعطوط، زعطوط هلا شلونك؟ هاي هاي هدية لك، يلا هدية وراك، يلا باي باي. نشوف الطريق ناقص، اي صحيح نمشي على الطريق الصحيح. طبعا هاي الميسا بايوم، ميسا ميسا بيها بلوكات ملونة، بلوكات الكلي اهم شيء، والله من زمان ندور عليها، صار كلش هواي. الحمد لله مرتضى واحمد جيمز لقوها. و يب ما كنت اسولف، اتذكر كنت اسولف على موضوع بس نس. اي اي وصلنا، ناقص 600 ب 21، هاي ال 600 حلو، ال 21 وين؟ 21 منا منا منا، مو اي اي يعني شلون راح نفتر يا اخي مرتضى؟ تدليني زين، حط علامات، حط شمعات، على مود اروح قبل بالاحداثيات، انا شويه مو زين يعني اتاخر. عادي نسوي لنا بوابه جدر او اوبسيديان، والله سحقت سحقه، غلس غلس. شو اسمه اوبسيديان ما جايب، وين وين يا اخي؟ ايش قد قلنا؟ سالب 600 ب 21، هسه هاي سالب 600 حلو، بقى ال 21 اي اي هسه صحيح صحيح. هسه بأي لحظة ممكن نشوف البوابة اللي مسويها مرتضى، في أي لحظة. وأم جعت اي هاي البوابة، يا سلام شكرا لك مرتضى وأحمد، لقيتون شو اسمه هذا البويم كلي كلي. هسه شوفونا شلونه، اكثركم يجوز رايحين له. اوكي اصعد منه، ترى يلا ندخل الى البوابه. وي هو بقى اسكني يعني، شوف عيونه والله حلو. اوكي خلنا نرسبن شوي لان عندي النت شوي ضعيف يعني. يب 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 يلا 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 يلا. اهم زين رجع مود الخريطه بواحد بوينت 10 2 تدرون، 1.11 ما بي خريطه، فهذا الشيء. او دنيا ليل هنا، اهم زين جايب سرير، محضر سرير. هاي 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 ايش دا يصير؟ ايش دا يصير؟ اوكي طل طلعنا. ايه واخيرا وصلنا هاي البوابة، طلعنا. واو يا سلام، شوف شوف والله منظر منظر خرافي. شوف هو هذا الكلاي، خلينا ننام خلينا ننام قبل لا يجينا وحوش. نام نام يا معود، نام 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 نام. طبعا نريد نروح المنطقة، راح نرجع السيرفر 1.11، اكو فد بيت بيت هيجي، احزروا شنو؟ احزروا بالتعليقات كتبوا، ناخذ السرير ويانا. اوكي شوف الاحداثيات شلون نقلتنا، كان سالب 600، شوف الاحداثيات ناقص 400، فتقريبا كل 100 بلوك 1000 تقريبا او اقل، 900 700 ما ادري. فالمهم هاي هاي والله وحوش هواي، وحوش هواي. شو الشمس، سبايدر ما تحرق.
السبايدر ما يحرق الشمس، الشمس ما تحرق السبايدر. أكثر شيء أريد اللون الأبيض والأصفر، ماكو أصفر ذاك والله بعيد بعيد. المهم راح أجمع هواي، وطبعا يجوز الحلقة الجاية نروح لهذا البيت. فد بيت هو بالإصدار الجديد، اقتر مو اقترح حزروا شنو هذا البيت، أبيض 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 والله. راح أترس الانفنتوري كله اليوم. هم زين البيكاكس عندي سريع تطويره، افشنسي في هذا كلاي رصاصي. طبعا نقدر نلونه اي شيء اي شيء، نخلي وياه الصبغ اي صبغ يتلون على طول، اي اللون اللي يعجبك، وردي احمر سمائي بكيفك. بس انا احتاج الابيض اكثر شيء، ويمكن السكن مالتي اسويه من الكلاي يعني افلشه، ما هو صوف تعرفون يعني، فرح افلشه وش اسمه اسويه من كلاي، يمكن احلى نسوي درج على مود نصعد ونشوف بعد شكو ماكو بالمنطقة. لازم اكو شي لازم، والوان طبعا قليلة ما معقولة هيج. اوكي خلنا نستكشف بعد، نروح من هاي البوابة، بوابة خما اتيها يعني. كهف، اكو كيفينج، نسوي كيفينج هنا. واو والله منطقة رهيبة شباب، يمكن راح اسكن هنا. شنو هاي الاشجار، شنو وضعها ذن، ذابلات والله خطية. شنو قاعدة اجمع خشب، خو ماكو شي. طبعا مرتضى قال لي اكو شي مميز، ما قال لي بيه، قال لي دور وراح تلقى، فنشوف شنو الشي المميز. هاي نار والله، منطقة خرافية شباب، شوفوا اسمها هنا، بيا سطر بايوم، ميسا بايوم هو اسمه، ميسا بايوم على ما اعتقد هيك اسمه. بس قال لي اكو شي مميز راح تلقاه. شنو هذا الشيء؟ شوف شوف منطقة والله رهيبة، منطقة خرافية. شو حتى الديرت برتقالي، هذا دير طبعا مو كلي. خلينا نشوف مرتضى شو ضام منه، حاط بلكي هدية، حاط لي دايموند. ماكو شيء هنا، ندور بالاتجاه الاخ. اوكي هناك هناك اكيد هناك اكو شيء، مبين اكو شيء هناك. خلينا ندور دور زين، طبعا ما راح ارجع اذا ما القى هذا الشيء. ها شنو هنا يجوز لا لا مجرد بحيرة صغيرة. خل ناكل شوية جعت. اوكي خل نرجع ندور لا صبار ماكو شي والله. توقعت فد شي مميز، بس مرتضى شو السالفة. زين خل نبوع بالخريطة، خل اكبرها. وين 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 والله ما ادري هذا الشي شنو يقصده مرتضى، ما اعرف. اوه لا عبالي هو، ما ادري شنو هو، كهف سبونر صندوق، حاط لي هدية، وحش تنين، ايش حاط لي والله ما ادري. يعني مرتضى خاله لو هو موجود اصلا. هاي شكو هنا جوا كهف، هنا هم كهف شباب، لازم القى هذا الشي يعني. مرتضى تحداني. هو شنو، جولد جولد جولد، والله احتاج موارد لان الجستات فرغن بالسيرفر. او هذا الاصفر، اي هذا اريده، اريد هذا الاصفر. حلو 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 والله خرافي. هذا ايش قد جمعت والله شيء حلو، بس ان شاء الله اترسن كلهن انفنتوري وارجع. حتى اذا مو هسه يعني ورا التصوير خلف الكواليس اجي اجمع واجمع. اوكي خلنا ناخذ الجولد، والله كهف شكله يبشر بالخير. جايب شموع، جايب 27 شمعة نستكشفه. هاي كله كلي، حتى الجو جولد جولد جولد، كله كلي حتى الكهوف، والله شي حلو. خل نصعد، خل نشوف مرتضى ايش ضام منه. نصعد اصعد. اوكي خل نشوف من هنا، من هاي الجهة ما شفناها يمكن. اي ماكو شي يا شباب، والله عجيب يعني. ما اروح طبعا، مستحيل، حتى اذا صار الفيديو طويل راح اقصه لحد ما القى هذا الشي. فيب راح اقص الفيديو، مو اقص الفيديو، اظل ادور لحد ما القى وارجع لكم. فبرا اوكي شباب، لقيت هذا الشيء. يمكن شوفوا هذيك البوابه يعني ما ابتعدت شويه ولقيته. شوفوا هذا هو الشيء، سبونر او سكه ما ادري. فخلني استكشف. ما جبته. اوكي خلني استكشف. هو بالاغلب هذا السكك يكون بسبونر عناكب سامه. خل اشوف شكو جوا. اوكي ندخل نلزم الشمعه. او سبايدر من اوه شنو هاي، شنو هاي، ها شكو جوا، شو الطريق مقطوع يعني، شو السالفه.
يا مرتضى، شنو شكو هنا؟ والله ما ادري. خل نستكشف باقي الاشياء. مو الاشياء، هاي المكان. هسه من هنا اكل كريبر كريبر، اسمع صوت كريبر. وخر، لا تفجرني. لا هم زين، دروع قوية كان متت. هم زين، شكرا لك، يعني سويت لنا مكان. شكو هنا؟ ماكو شيء. بالغالب اكو صناديق، صناديق يعني بيها اشياء مهمة مثل نيم تاج، صدر، هيك اشياء حلوه يعني. اوكي، منهم ماكو شيء. هي مثل المتاهه تقريبا، بس راح اخلي شموع على مود الطريق اندله اللي جيت منه. منهم ماكو شيء، ماكو شيء، والله مخربط، كله مخربط. قلعه النذر مخربطه، هذا مخربط، شنو السالفه؟ ما ادري، ما خلص. ها هي، زين خل نصعد فوق، نصعد فوق ونشوفها من منا، يعني منظر اوضح يصير. اي هاي منا، هاي شفناها. شو السالفة؟ اي هاي فرع، ما فرع شنو؟ والله ما ادري، ما ادري يا شباب شو السالفة، ما ادري. يعني مرتضى الظام لي شي هنا، ما ادري. اوكي، مو مشكلة، راح استكشف خلف الكواليس، يعني من اكمل التصوير. وهاي اشوف ايش خالنا هنا، ما خالنا سبونر، صندوق. هو بالاغلب سبونر 100% موجود، بس انا ما اريد سبونر لان بعيد، يعني اقطع كل هاي المسافه على مود اجمع ليفل ما تفيد. احسن شيء هو الصناديق الموجوده بهاي المنطقه، وللاسف ما لقينا صناديق. خلصت بلوكات، خل اسوي درج 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 درج. اوكي، اصعد فوق. اكو شيء هم كهف شفته قبل شويه، بس ما اعتقد بيه شيء مميز. كله ما طب، والله ما طب، ما طب. انا حفرت قبل شوي. اوكي، خل نصعد نسوي درج ونرجع للبيت. ما راح اجمع طبعا هسه لان راح اتاخر كلش، والفيديو يصير يوم كامل. دائما تقولوا سوي الحلقه طويله، سوي الفيديو طويل، يعني ما ترهم اسوي فيديو تجميع موارد، راح تملون اول شيء، والفيديو راح يصير طويل، والرفع على اليوتيوب راح يتاخر. يعني اقل شيء الفيديو ياخذ وقت فد ساعتين ثلاثة، لأن يعني شوي النت ضعيف يعني بالعراق. اوكي، خلي نرجع. والله الطريق تايهته. اوكي، هذا كل شيء عندنا بهذا الفيديو او هذه الحلقة اليوم. راح اشوف السهم وين جاي. بقصتي تين. اوكي شباب، لهنا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى اعجبكم. راح اخذ كل هاي الموارد وراح نسوي بها اشياء مهمة، والحلقة الجاية راح نروح لهذا المكان اللي قلت لكم عليه. ويب، خلينا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين، ومع السلامة.